السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا جودي، أهلا يا مس. فين محمد؟ أهلا محمد، أهلا إيسا، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكو جريد فور، أهلا. أوكي. سيف، السلام عليكم. أهلا يا سيف. طيب يا مس، انا مريم، انا مريم السيف، مريم مريم. مريم، أهلا دايم. يا ريت يا مريم تغيري الأكاونت بتاعك حبيبتي انا من غيرت ليش؟ غيري الاكونت بتاعك باسمك عشان ابقى انا عارفه. نعم اتفضل. بس انا محمد. اهلا محمد، انا رحبت بيك محمد. ايه دي حاسة ايه؟ ماس ايه؟ ماس ايه؟ ماس ماس ام تشار ريام انجينيس اكاديمي ويز يو وانت جيتي ماس قبل تيتشر. كده؟ نسمع نسمع ماس تيتشر. اديتك قبل كده. مين اللي بيتكلم؟ مريم. انا مريم. يا مريم، كنت معايا الحصة اللي فاتت؟ ليه انت مكنتش معايا؟ لا لا مش كانت معايا. معايا. لا مكنتش معايا. حقك عليا. ايه هو اللي مش معايا؟ مش فاهمة. هي ما كانتش معانا، بس هي كانت معانا. كنت معايا لا في الحصة اللي فاتت. خلينا نركز كده، يلا خلاص انتهى الكلام. بيتش 27 ده كان الهوم ورك بتاعنا. كل واحد يقفل المايك ويسمعني ويتأكد من الحل بتاع الهوم ورك بتاعه. ذا بليز فاليو ده مش اسئله، ما حدش هيجاوب، انا بس اللي هحل البيج دي عشان كلنا نتاكد ان الهوم ورك بتاعنا صح. ذا بليز فاليو اوف ذا ديجيت 7 ان ذا نمبر 5,726,318 از 7 هير از 7 اند وي ويل بوت 0. هاو ميني 0؟ اتس 5 0 بيكوز اتس ان 100,000 بليس. Okay, he asked me about the place value, not the value. He asked me about the place value. ميز بالراحة لو شوية، سمحتي، مش لو بلحق، مش بتلحقي ايه؟ شوية حاسمة. بتلحقي تسمعي؟ حاضر حاضر. The place value of the digit 7 in number 5,000,000, 5,726,318 is. What my place value here? We will first group is once, then comma, the second group is thousand, the third group is million. Here number 7 is in 100,000 place, in thousand place, once, tens, hundred. يبقى number 7 بتاعي هنا ال place value بتاعته هي letter B, 100,000. كده بتلحقي تسمعي يا مريم كويس؟ لا لا ما بتلحقيش تسمعي ايوه مس بالراحة شوية برضو. برضو. حاضر. The place value of the digit 6 in the number 85,623 is. The place value, it means the place انا of the عارفاها يا number. مس، We say نعم. عارفاها. طب ممكن نسكت لو سمحتي، انا قلت محدش يتكلم. Once, tens, hundreds, okay, then thousand, 10,000. Number 6 here is in 100 place. We will choose number letter C. هو ده أصلا كان الهوم ورك بتاعنا، المفروض إن كلنا حالين وبنتأكد معايا، بنعمل right or wrong. مسموح بس للي مش فاهم إنه يقول لي يا تيتشر لو سمحتي أنا حليت دي غلط، اشرحيها تاني. The population of country is 56,724,033. 10 place value, the digit 6 is. Then the place value, then the place value of the digit 6. ايه هنا ال place value بتاعت ال digit 6؟ فهنبدأ نشوف هو في أنه جروب. احنا قلنا أول جروب ده يسار اسمه جروب ال ones، تاني جروب اسمه the second one is thousand، the third is million، is
مليون. اوكي وانس ثاوزند مليون. Number, he asked me about the number six. In which group, number six, in millions group? In which مس place, once? كنت عاملة دي غلط، نعم حبيبتي، تفضلي بس يا حبيبتي. كنت عملتها غلط، بس بس ايه، عرفت الخطأ. طب يا مريم لو سمحتي يا مريم بعد إذنك عشان أنا هخلص الصفحة دي ونبدأ نتناقش مع بعض حبيبتي، لو أنتي بس مش فاهمة قوليلي، أوكي؟ ماشي؟ عشان زمايلك يسمعوا انت كل شويه بتقاطعيني، اوكي حبيبتي؟ طيب is a place value for the digit 6 is which place in millions place in millions place. Letter C. كلنا متأكدين من إجابتنا إن هي صح؟ في حد عنده أي خطأ لغاية دلوقتي؟ غير مريم؟ أيوة، مثلا كان عندي خطأ في ده، في نمبر 3، بس قلتلك صححت، معرفش غلط ليه. شكرا يا مريم. حد غير مريم يا جماعة؟ طيب the value of the digit for محمد، لو سمحت يا محمد اقرا لي النمبر ده كده، ايه هو النمبر ده؟ is what أنا همس number four في letter four, number four what this number is what 56 مليون، 56 مليون، 7000، No, 700000، 724,000. 24,000، 33. And 33. ماشي. Okay. He asked about the value. It means you will take a number 4 and put how many zero? We take a number 4 and count how many number before number 4. 1, 2, 3. We'll put it all of them as zeros. Or we can say number 4 in thousand place is equal 4,000. We will choose letter D. طيب شكرا يا محمد. إيسار you can read the number. Read this number. أيوة اتفضلي قولي كده. زي سيفن وات what this number is what 7 7 مليون، 7 7 مليون، 7 مليون 7 مليون what 7 مليون، 1 مليون، 7 مليون، مش عارفة أقرأ الرقم اللي بعديه. عارفة تقرأي؟ طيب خلينا نقول مع بعض كده 7 مليون 125,000 and 801. تاني ها؟ ايه تاني يا شور؟ 7 مليون 125 125 81 10 801 not 81 801 801 Okay, طيب he asked about the value of number 7. What's the value of number 7 here? 7 in millions is equal 7 what? How يا many? ميس، نعم. يا ميس، حصة أول امبارح بتاعت الماس ما حضرتهاش. طيب أنا ذنبي إيه؟ حاضر، إحنا بنقول أهو خليك معانا. ها the value of the digit 7 انت مين اصلا أنا جودي يا ميس، جودي اوكي وأنا يا ميس محمد، أنا كمان ما حضرتش امبارح. محمد تمام محمد ما كانش معانا لا كنت معانا يا محمد
بالأمارة اللي انت اللي فزت أصلا في الترتيب. طيب جعان. مين اللي بيقول لي I can't open the map؟ page what؟ ما احنا قلنا دي page بتاعت ال homework، page 27. يلا إيثار أسرع حبيبتي، عارفة لما نقول 7 in millions place is equal 7 million، we take the number 7 and count all the number 1 2 3 4 5 6، it means I will put 6 0، فالنمبر بتاعي هيكون 7 ايه؟ 7,125,800. مين اللي بيتكلم؟ يسار ال value it will be 7 مليون، ال value هتكون 7 ايه؟ مليون. طيب عملت عليها دايما. شكرا يا إيثار. طيب ناخد آسر، اتفضلي يا آسر، عشان آسر بيقول أنا ما كنتش موجود. إحنا عامة الحصة اللي فاتت ما أخدناش ليسون جديد، إحنا كملنا في الإكسرسايز بتاعة الليسون نمبر 1. يلا يا آسر اتفضل. بنقول إيه هنا؟ ها the value of digit 6 in number، you can read this number. آسر اتفضل يا آسر، تقدر تقرأ الرقم ده؟ آسر عندك مشكلة في الصوت صح؟ طيب خلاص اوكي، ناخد جودي، اتفضلي يا جودي، you can read this number. جودي أي نمبر؟ letter number 6، number 6، it's number 6. 2 مليونز. what number؟ huh? 2 مليون. تو اوكي مليونز 2 مليون، 2 مليون، 2 مليون. 400 76 thousand. 476,000. ها 270. 17 217 2 مليون 476,000 زين 217. is what the value of number 6 here؟ ال value بتاعة ال 6 هنا هتكون ايه؟ نمبر six CMS. letter G 6000. برافو برافو جودي، بالظبط برافو كده، تمام. ممتازة جدا جودي. طيب اتفضلي يا مريم. يس نعم ناو يا مس. ثانية يا مريم، ثانية واحدة، قولي ايه، اتفضل، مين اللي بيسأل؟ انا اسف بس الصوت كده اتفضل يا تمام. اسر. نعم يا اسر، الصوت كده تمام. اه يا حبيبي اوكي، هخليك تقول letter 8، هناخد مريم تقول letter 7، بعد كده هخليك انت تقول letter 8 اوكي. يلا يا مريم، in which number does it have the value of 800؟ فين هنا ال numbers equal 800؟ in which number؟ ايه مش in which number؟ and which number a 5 digit in which number؟ احنا مش في 5، احنا فوق في letter 7، في number 7، number 7. بيقول in ايه which نمبر number؟ 7 محلولة. لا مش محلولة، لو سمحتي اتفضلي جاوبي. In which number does 8 have a value of 800؟ يا مش نمبر سي Number C. أيوه number C. أوكي شكرا يا مريم. طيب اتفضل يا آسر. the يلا آسر value of اتفضل. 0 in the number 301,572,941 0 is 0. Okay, in which the value, the number is equal 0. In the value of the digit 0, okay, is 0. برافو. طيب letter 9، number 9. في حد لسه ما قالش؟ أنا مش هقول، ما قلتش اسمه. مين؟ طيب يا مس، تايم، اتفضل يا تايم. أنا آسفة تايم دايما بنساك.
تفضل يا تايم. ها نمبر 9 نمبر 9 the value of digit 5 in the number 2,456,300. What's the digit? 10,000. A five to 10,000. قصدي 50,000. Liter what? We choose 50,000. what? C. Liters? C, 50,000. Very good. Bravo. Good. طيب في حد عنده سؤال؟ هنيجي بقى letter number 10. Number 10. The period of the underlying digits in which number. لحظة واحدة بس نجيب ال choose من هنا. Number 10 بيقول لي هنا in which number طيب نسأل محمد. تفضل يا محمد. عارف؟ نعم مس أيوة عارف نمبر إيمس تد النمبر 10؟ مليار نمبر إيه مليار برافو. في جروب المليار احنا قلنا ان احنا بنقسم الجروب لايه يا اولاد؟ ها قلنا 1 1000 مليون مليار 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 مليار. مليار هو حاطط هنا ايه؟ ها الداش تحت الايه؟ المليار. طيب اتفضلي يا ايثار. In the number 34042 the digit 4 in the thousand is equal to time the number 4 in the tens place. أنا عندي هنا number 4 في الرقم ده 34042. How many 4 here؟ عندي كام 4؟ عندي 4 أهي في التنس وعندي 4 كمان في الثاوزن. هو بيقول لي how many time، يعني ال 4 هنا equal إيه؟ equal 40. طب ال 4 هنا equal 4 إيه؟ 4000. إيه اللي حصل لل 40 عشان تبقى 4000؟ عملنا لها باي ايه؟ باي 10 or 1000 or 100 or 10000. عارفة إيثار؟ لا for 100 100. برافو. عشان احنا زودنا 2 zeros يبقى احنا عملنا باي 100. حد عنده سؤال في الحتة دي؟ no طيب the number in which digit the digit 7 has the greatest value. آسر اتفضلي. آسر number 12 بيقول لي هنا في أي رقم هنا ال 7 has the greatest value؟ سبعة ليتر. اختار اختار الليتر. أدي بالوطن العربي واحد سيوة في مصر. ليتر وات. مس بيقول مس مس اس عايزة بيقول أسمع الليتر. ليتر وات اشر بيقول دي؟ اه يا مس ليتر دي. صوتي أوكي كويس. ليتر ليتر دي. طيب the number 7 the greatest الليتر دي. طيب خلينا نشوف ال 7 في كل رقم. هي هنا ايه؟ ال 7 هنا في ال 100,000. طيب هنا في ال 10,000. هنا في ال 1000. هنا في المليون. يبقى in which greatest value for number 7. برافو. in letter D. طيب if a digit moved one space to the left side. واحنا اتكلمنا عن الكلام ده في الليت شارت اهو. ones tens hundreds تمام. بعدين thousand ten thousand and so on. طيب قلنا النمبرز لما بيتحرك to the left side ايه اللي بيحصل للفاليو بتاعته؟ الفاليو بتاعته بنحط لها زيرو. يعني لو هو هنا 1
راح في التنس، هو كده عمل ايه؟ عمل moves one space. عمل ايه يا شباب هنا؟ moves one space for the left side to the left side. يعني هو اتحرك هنا من ال once، راح في التنس. راح فين في التنس؟ طب هو هنا بيقول لي if the digits moved one space to the left side the value chart its value equals how many times. يعني انا لو كان عندي 1 وتحرك 1 واحده بس، راح هنا في التنس، فبقى تن. في الحاله دي انا عملت تايم وات؟ انا عملت تايم 1، يعني ال 1 عشان يبقى. يلا قولي يا جودي، عملت هنا نعم تايم مس ايه؟ عملت هنا تايم تايم موفز وان سبيس. اوكي، يعني عملت تايم ايه لما يعمل موف دي وان سبيس؟ يبقى انا بعمل تايم ايه؟ تايم 10. عشان انا لو اتحركت من الرايت للليفت، فمعنى كده ان انا بعمل باي ايه؟ باي 10. 1 سبيس معناها ان انا بعمل باي 10. طب 2 سبيس، يعني انا اتحركت من ال 1 رحت عند ال 100، فانا كده عملت 2 سبيس، يعني زودت كام زيرو؟ اثنين تو طب لو انا عملت 3 موفز، لو انا اتحركت 3 موفز، يبقى انا عملت باي وات؟ باي 3 1000 باي 1000. يعني كل حركة عندي في التشارت من الرايت للليفت، فأنا بعمل تايم 10. طب لو أنا اتحركت حركة واحدة، if I moved one space، يبقى أنا بعمل باي 10. طب لو أنا عملت 2 moves، لو أنا عملت حركتين، يبقى أنا بعمل باي إيه؟ تايم إيه؟ عايز حد يرد 100 عليا؟ هو تايم 100. برافو. طب لو أنا عملت 3 space، يبقى أنا بعمل تايم إيه؟ 1000 1000. خلاص اوكي. هو هنا في السؤال قال لي 1 سبيس، يبقى هنختار ها باي 10. طيب اوكي، many forms to write number composing and decomposing. عندنا هنا ها اشكال كتيرة عشان نعبر بيها عن النمبرز. في حاجة يا آسر رافع ايدك، عندك مشكلة؟ آسر لسه في عندك؟ نعم. لسه أنا ما يعني ما كنتش في حاجة ما أنا مش كنتش سامع. فاهمها في حاجة ما كنتش فاهمها في الهومورك، كده فهمت. يعني هي اللي كانت البيجي دي بس اللي عندنا هومورك، في حاجة تاني؟ دي بس البيت اللي عندنا هومورك بس. اه هي دي بس كانت الهومورك. فيها سؤال تاني عندك؟ في مشكلة تانية؟ ايوه، مش دي المشكلة، دي المشكلة. انا ما كنتش فاهم فين. طيب قولي البيتش وانا هفتحها نشوفها مع بعض. البيج 27 اللي كنا فيها الهومورك، ها سؤال رقم 7 سؤال رقم 7 ما فهمتهاش. بيتش وات. طيب قولي بيتش كام؟ 27 طب ما احنا قلنا حبيبي ما 27، ما احنا عمالين نتكلم فيها من الصبح اهو. طيب، بس كنت غايب. من وين كنت غايب؟ فين احنا الوقت اهو، لسه قايلينها حالا. من which number does the 8 have the value of 800؟ فين هنا ال 8 equal 800؟ امسك ال 8 في number number. ها ال 8 هنا في بيت مين؟ ال 1000، فا equal 8000. اوكي، طب هنا ال 8 في بيت مين؟ 1 تينز 100، البيت بتاعها 100، يبقى equal 8 ايه؟ 800. 800 صح. طب هنا ال 8 هنا فين؟ في ال 10000. 1 تينز 100 1000 10000، فتكون الفاليو بتاعتها 80000. طب هنا ال 8 فين؟ في ال 10، فتكون الفاليو بتاعتها 80. طيب هو بيقول لي يبقى هي في نمبر كام equal 800؟ لقيتها عند ليتر ايه؟ لقيتها عند ليتر سي.
سي. جميل، يلا نبدأ بقى درسنا النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت عارف الحل بس ما كنتش فاهمها قوي يعني. طيب كده انت فهمتها؟ ايوه نص. طيب اوكي، خلينا نبدأ هنا في الباوربوينت ده. many forms to write numbers. طبعا قبل ما نتكلم عن الفورمز تو رايت نمبرز لازم نكون بنعرف نكتب الرقم، الارقام كلها باي، ها باي ووردز. زي ما احنا شايفين كل رقم من هنا عنده ايه؟ عنده ووردز. 1 how can we write 1؟ طبعا انا هبعت لكم الكلام ده علشان نعمل له كيب ونراجع عليه. اكيد كلنا حافظينه مش كده؟ صح ولا مش اكيد؟ صح كلنا حافظينه. طبعا انا يا بس. عايز الناس، ايوه انا حافظ. طيب انا عايز الناس، انا هبعت الكلام ده في البي دي اف. طبعا كلنا كلام التلميذ في الكراسة انا كتبت عليه رايت اند كيب. رايت اند ايه؟ كيف رايت اند هنعمل ايه؟ كيب. لازم نراجع على كل النمبرز بتاعتنا. طيب حلو قوي، هنعمل ايه مس انتي؟ هنكتب ونحفظ. هنكتب الكلام ده، انا هبعته دلوقتي على البي دي اف بتاعنا، بعد ما نخلص الحصه هنلاقيه. هنكتب ونحفظ. طيب reading number، how can we read the numbers 345 from the left side 345 345. What this form is? This is means the digits. بنقول عليها standard form. لما بنكتب كده بالديجيت بنقول عليها standard form. نقول عليها ايه يا اولاد؟ ها ستاندرد فورم. ستاندرد فورم، يعني نمبرز كده بنقول عليها ستاندرد فورم. طب لما نحولها، اكسباندد يا مس، لما اكسباندد فورم. لا دي مش اكسبان. لو سمحتوا اسمعوا، ما حدش يتكلم دلوقتي، لما اطلب منكم تكلموا اتفضلوا تكلموا عشان ما نشوشش على بعض. خلاص طيب، دي ستاندرد فورم قلنا اللي احنا كتبناها بالديجيتس. طب بالحروف، لو انت قريت هتلاقي نفس الكلام 345. ايه الفرق بين دي ودي؟ هما الاتنين بيعبروا عن نفس الرقم، بس هنا استخدمنا النمبرز فسميناها ستاندرد فورم، وهنا استخدمنا ايه؟ هنا استخدمنا الليترز فقلنا عليها وورد فور فورم. فور فور طيب جميل، خلينا نشوف نمبر تاني اهو. 230. Where is my standard form? Which one is black ولا الأورنج؟ أنهي هي الستاندرد فورم؟ قلنا الديجيتس لا تمس. هي الستاندرد فورم، لكن إيه هي الورد فورم؟ 230 by using letter. طيب another one، هنكبر الأرقام شوية ولا إيه؟ نشوف. five hundred seven. كل ده في بيت ال hundred. شايفين كتبنا هنا five then hundred then seven in word form، يبقى دي اسمها word form. word for تاني، طب ودي اسمها ايه قلنا؟ ها standard، ها standard form standard form. standard form جميل. مش نعم اعمل standard form the standard form by using digit اهي like this one ايه five زيرو. دي مش الرقم ده ده كده ستاندرد فورم. طب طيب والتاني ده ده اسمه ايه؟ اسمها وورد فورم. ليه وورد فورم؟ عشان انا ما استخدمتش النمبرز، امال استخدمت ايه؟ استخدمت الليترز او الووردز. كتبت 5 بس بدل ما اكتبها بالليترز كتبتها بالايه؟ ها بدل ما اكتبها بالديجيت الوردس كتبتها بالوورد، فبقت 100 اهي 5 جنبها 107. ايه الفرق بين الاثنين؟ مين عارف ايه الفرق بين الاثنين؟ ها أنا دي مكتوبة بالوورد، دي مكتوبة بالنمبرز يا مس. النمبرز بنقول عليها ستاندرد فورم، اللي انا عملت لها كولر دي، كل ده بنقول عليه ستاندرد فورم تمام، لكن اللي احنا هنعمل له كولر بالجرين ده بنقول عليها وورد فورم. ها هنستخدم الووردز، هنستخدم الايه؟ الووردز. يبقى الريد هنقول عليها ايه يا ايثار؟ ها يا ايثار هنقول عليها ايه؟ الريد ايه هنقول عليها ايه؟ ستاندرد فورم. ها
الجرين دي هنقول عليها ايه يا إيثار؟ ها وورد فورم معايا يا محمد. وورد فورم. طيب خلينا نحل عليها في البوك قبل ما ايوه الوقت، بس قبل ما الوقت بتاعنا يخلص، نحل عليها بسرعة كده في البوك، نحل نشوف الكويستشن نفسه في الكتاب بتاعنا. لو خرجنا وهندخل تاني اه ان شاء الله لو خرجنا هندخل تاني. على طول، نعم. ندخل تاني على طول. لا لازم هناخد 10 minutes break، هنكون حلينا فيهم من السؤال اللي انا هقول عليه الوقت ده. يلا انا هبدأ احل شوية عشان تعرفوا هتعملوا ايه في البريك. طيب يبقى احنا اخدنا الوقت فورم واحد، اتنين فورم ميس، اللي هما يبقى ميس تجيبي الحاجة اللي احنا هنحلها على الشاشة، عشان عمالة سكرين شوت، عشان في التيم ميس احلها. يا حبيبتي. حاضر، ما هي الحاجة في الكتاب. حاضر حاضر يا انا ما مريم. عنديش كتاب. طيب دي مشكلتك يا مريم، لازم يكون معاكي كتاب يا بابا. ازاي ما عندكيش كتاب يعني؟ ها طيب رايت، على الأقل على الأقل خالص هتجيبي البي دي اف اللي انا بعته وتطبعي منه كام صفحة. مش هي دي البيج اللي احنا هنحلها؟ او رايت الكويشن ده هو اللي احنا هنحله في البريك، انا هحل منه لغاية ما يجي البريك، يعني لما يجي البريك احنا هنبدأ نكمل حل. اوكي رايت each number in word form. طبعا لازم اعمل ايه؟ لازم اقرأ الاول النمبرز كويس. 567,421 هبدأ أكتب كده 527. لازم أكتب جنبها سوري 7 in words. 7,000. مس بيج وات هقول اهو البيج. حاضر بيج كام؟ 32. 527,000 بس من غير اس اهو، بعدين نعمل كوما، بعدين نكمل 400 400. مس مسها، واحنا هنحل يا مس اللي تحت خالص دومت كمان الاف والجي وكي. نعم حاضر يا حبيبي، لغاية ما الزوم يفصل أنا معاكم في نفس الكويشن. أنت لما الزوم يفصل ابدأ أنت حل 400، أنا هبقى أفهمك واحدة واحدة وأشرح لك واحدة من الإكسباندد فور. خلاص 400 إيه؟ ها 21. يبقى احنا كده عملنا ايه يا شباب؟ حد يقول احنا عملنا ايه؟ احنا كتبنا نفس النمبرز بس استخدمنا ايه؟ رايت يا الوورد الورد فورم. وورد الورد فورم. ايوه برافو، استخدمنا الوورد فورم. برافو عليك شاطرين. طيب حد يقول معايا بقى الكويشن اللي بعده؟ ناخد جودي مثلا. مس ها اتفضلي يا مس جودي. نعم ممكن بس هي 500 بعد ال 100 على طول. ايه دي؟ 20 TWENTY 527,000. خليني اكتبها لكم تاني، اكتبها لكم تاني بخط اوضح. ايوه مس. حاضر خلينا نكتب بخط اوضح. معايا؟ ها هنكتب اول حاجة هنا 5 يا مس، هو احنا هنحل بس دوماتي بس، ولا في حاجة تحتهم كمان نحلهم؟ نعم حبيبي. هنحل لحدية نمبر اف ولا نكمل اه لتحت لحد كله؟ نمبر اف بس. 567 67,000 بعد كده هنعمل كوما، وبعدين نروح هنا نقول ايه 400 21. كده واضحة؟
اللي كان بيقول لي يا تيتشر الخط مش واضح. أوضح لك وين. نعم ممكن آخر سؤال بس؟ آخر إيه؟ آخر سؤال قلت هنحل. سؤال نعم ثواني. حاضر أوكي ثواني اتفضل ثواني. طيب كلنا كتبنا. كتبنا. طيب السؤال اللي بعده طبعا هنبدأ نقرأ. مين يقرأ السؤال ده؟ اتفضل كده يا آسر اقرأ السؤال ده اسمه إيه؟ إيه 3,562,504. طيب تايم اقرأ نفس السؤال تايم لو سمحت. ثانية واحدة تايم نعم يا ميس. اقرأ نفس السؤال هنقول عليه ايه؟ اقرأ نفس السؤال. 3 what طيب مش عارف تقرأ؟ احنا في letter B. طيب نشوف جودي. اقري يا جودي نعم يا مس. اقري السؤال ده letter سي يا B. مس سؤال لا رقم لا سي. لا بي بي اللي آسر قراه غلط. اقري كده تاني السؤال ده. 3,000,000 3,562,504. برافو. فهنبدأ نكتب كده. سمعت يا آسر؟ ها دي مليون عشان قلنا ده جروب 1 ساوزند. ها مليون انت قلت 3 مليار دي آسر. فاحنا هنكتب هنا ايه؟ 3 هو المايك بتاعي مش 3 كويس اوكي كده اهو. ماشي. يعني انت عارف ان هي مليون. جميل احنا نتمنى ان انت تكون عارف. 3 مليون زين كوما. هنبدأ نكتب هنا 3 ايه 300 ها 62 62 thousand five hundred four. كده تمام يا شباب؟ طيب مين هيعمل ريدنج للنمبر اللي بعده؟ مي طيب محمد رفع ايده من بدري. اتفضل يا محمد. ام اي ريتش يلا يا محمد. طيب ناخد محمد. مريم. طب اتفضلي يا مريم. انا ما مس قريتش خالص. حاضر يا مس. حاضر يا اسامه. 5,000,000 54,000,000 200,000 450. هنكتب هنا 54 54. هنبدأ. طيب شايفين يا ولاد الأرقام بدأت تكبر والكتابة بدأت تاخد معايا مساحة كبيرة. فقال لي إن في حاجة اسمها شورت واي. إيه هي؟ نقدر نكتب 54 زي ما هي بس نكتب جنبها إيه؟ ها؟ مليون. وبعدين نكتب 213 ونكتب عارفة الطريقة جنبها دي يا ميس؟ 1000. الطريقتين صح الطريقتين صح. اسمها وورد فورم بس دي الأخيرة دي اسمها شورت. يعني هنختصر بدل ما نكتب 54 بالووردز لا هنكتبها بالديجيت ونكتب جنبها مليون 213,000. بعدين نعمل كوما ونقول هنا 450 ونسكت. طبعا أكيد مين الطريقة الأسهل؟ دي يا مس دي أسهل الشورت. الشورت طبعا. طيب هي الشورت أسهل طبعا وأحلى في الأرقام الكبيرة. فهنا بقت سهلة خلاص. اتفضلي يا إيثار. هنقول 5 ايه؟ 5,000,000 متأكدة إن هي مليون يا إيثار؟
ابدأي كده قسمي يا حبيبتي من الأول. فهنقول